أكد سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنه تماشيا مع استراتيجية الإمارة الهادفة لجعل الشارقة مركزا صناعيا وتجاريا نموذجيا يتمتع ببنى تحتية عالمية المواصفات، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاصة بتعزيز مكانة الإمارة الاستثمارية، أنجزت الهيئة الطرق المؤدية إلى المنطقة الحرة بالحمرية خلال 10 أشهر عمل، وذلك بتكلفة قيمتها 70 مليون درهم. وأوضح سعادته أثناء افتتاح الطريق الجديد أمام حركة السير أن المشروع سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، وسيجذب إليها شرائح أكبر من المستثمرين والزوار الراغبين من الاستفادة من هذه المشروعات الحيوية الجديدة، لا سيما أن الاهتمام بالبنى التحتية هو أساس جذب الفرص الاستثمارية والمشروعات الحيوية. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة شيخة سيف الزوين مدير إدارة عقود الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، مرحبا بك. أهلا. بداية، ما الأهمية الاستراتيجية للطرق المؤدية للمنطقة الحرة بالحمرية؟ في البداية أحب أشكر استضافتكم لنا اليوم، وبحمد الله تم افتتاح مشروع الطرق المؤدية للمنطقة الحرة بالحمرية وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 70 مليون درهم. طبعا تكمن أهمية هذا المشروع في تسهيل حركة تنقل الشاحنات من وإلى المنطقة الحرة بالحمرية، وذلك من خلال إنشاء مجموعة من الطرق التي تربط المنطقة الحرة بالحمرية بكل من شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد. حدثينا أكثر عن أقسام هذا المشروع. هذا المشروع طبعا تم انجازه خلال مده 10 أشهر، ويتكون من جزئين. الجزء الاول من هذا المشروع هو انشاء طريق مؤدي للمنطقه الحره، يصل طريق الامارات بشارع الشيخ محمد بن زايد، بحيث يمتد هذا الطريق من شارع الامارات عند المنطقه المجاوره لبوابه الزبير للتعرفه المروريه، مرورا بالمنطقه المجاوره لصناعيه العرقوب المستقبليه، ومن ثم يكون موازيا لحدود الشارقه عجمان حتى جسر الحمريه الزبير على شارع الشيخ محمد بن زايد. هذا الجزء يتكون من طريق مزدوج مكون من حارتين للسير بعرض 7.3 متر وبطول إجمالي يبلغ 3.8 كيلومتر، بالإضافة إلى مجموعة من الطرق المفردة المكونة من حارة للسير بعرض 4 متر و7.3 متر وبطول إجمالي 6.4 كيلومتر، بالإضافة إلى وجود ميدان في المنتصف يعمل على توزيع الحركة بين الجزء المزدوج من الطريق والجزء المفرد. أما بالنسبة للجزء الثاني فيتمثل في ربط الطريق المنفذ حديثا المؤدي إلى المنطقة الحرة بالحمرية عبر الجسر المقام على شارع الاتحاد بشارع الشيخ محمد بن زايد. هذا الجزئية تتكون من طريق مفرد مكون من حارتين للسير بعرض 7.3 متر وبطول إجمالي 1.1 كيلومتر. وما هي أهم المشروعات المستقبلية بهذا الصدد؟ هناك عدد من المشروعات والخطط المستقبلية سيتم الإعلان عنها بشكل أكبر في الوقت اللاحق. إذن المهندسة شيخة سيف الزوين مدير إدارة عقود الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، شكرا لك.